اليوم 22 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 14 يوماً قبل سقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر. في إطار خطة الخداع الاستراتيجي، كانت الصحف المصرية تركز في ذلك اليوم على المناوشات الدبلوماسية والسياسية فحسب، فيما كانت الجبهة تستعد لمعركة عنيفة بعد أيام. الأهرام والجمهورية تحتفيان بقطع دول إفريقية علاقتها مع إسرائيل، فيما أعلن سفر وزير الخارجية آنذاك محمد حسن الزيات إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. معركة دبلوماسية أخرى في الواجهة عززتها زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي إلى بكين قادما من كوريا الشمالية. وسلطت الصحف المصرية الضوء على خبر تقديم وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان موعد سفره لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة إسرائيلية من أجل استباق الضغط العربي المحتمل. وفي الشأن المحلي المصري وفي إطار خطة الخداع الاستراتيجي، الأخبار القادمة من الجبهة تكاد تكون منعدمة. الأهرام تتحدث عن أن مصر وليبيا تعلنان 4 مشروعات اقتصادية وتعليمية وإدارية لتوطيد الاتحاد بينهما. والجمهورية تنشر تقريرا تتحدث فيه عن دخول الطلبة للمدارس في 6 من أكتوبر تشرين الأول. وعلى صعيد أخبار الفن، تحدثت الجمهورية عن انتهاء المطربة عفاف راضي والملحن بليغ حمدي من تسجيل مقدمة ونهاية الحلقة الإذاعية لمن يسهر القمر. بحس يا حبيبي كذلك ركزت الصحف المصرية على سفر الفنان محمود ياسين والفنانة نجوى إبراهيم إلى تونس لتصوير فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم للمخرج حسن الإمام. لم يدري كلاهما أنهما سيصوران معا فيما بعد واحدا من أشهر الأفلام التي أنتجت في أعقاب حرب أكتوبر. وفي أخبار الرياضة، غطت الأهرام انتهاء مباريات الأسبوع الثالث من الدوري بمباراة خشنة وموقعة عنيفة بين درب الإسماعيلي والشرقية، انهزم فيها الشرقوية بهدف مقابل هدفين لصالح أبناء القنال. وبعد أن أطلق الحكم صافرته اندلعت اشتباكات بين أبناء الناديين لم تنتهي سوى بتدخل الشرطة.